صباح الخير عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام غالم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، جمعه مباركه. كيما كتشوفوا اليوم البنات غادي نحضروا واحد الوصفه. هذه الوصفه كانت زمان كانوا يديروها لي بارون تاعنا ومازلنا نديروها لحد اليوم. بالنسبه لهذه الوصفه اللي سموها حلوه المحقن، ولكن بالماشينه ماشي المحقن اللي نستعملوا في اليد. دوك انا نوريه لكم كيفاش داير. بالنسبه للمقادير البنات انا هنا غادي نعطيكم كميه لاباس بها، غادي تقطع لكم كميه ما شاء الله. بالنسبه للمقادير هنا عندنا 8 حبات بيض. هنا اللي تبغي تقسم المقادير تقسم المقادير. هنا عندنا 8 حبات بيض، عندنا كيما راكم تشوفوا البنات هذا الكيس تاع القوطي تاع لابيل ولا تاع صور تاع 500 غرام، نعبروا به جميع المكونات. هنا اللي دايره بهذا دايره قوطي تاع زيت ودايره قوطي تاع السكر. هذا السكر عبرته بهذا وراني فرغته هنا في الغرفيه. عندي هنا مبشور ليمون وعندي لافاني هنا ملعقه كبيره تاع اكل. عندي هنا جنجلان كميه كيما تحبوا كاس ولا هنا اللي محمصاته، وعندي 3 باكيت على ليفيغ شيميك والفرينه باش نلمو العجينه. نبداو التحضير على بركه الله. نفرغوا في القصعه تاعنا هنا البيض، نزيدوا عليه السكر، نزيدوا عليه مبشور الليمون والافاني، نخلطوا جميع المكونات مع بعض. عندنا الزيت، عندنا جنجلان اللي كنت سبق حمصته. نبداو نخلطوا المكونات مع بعض بهذه الطريقه. كما تشوفوا خلطوا هذوك المكونات مع بعض حتى يولي الشكل تاعهم ابيض، ونبداو نديروا في لافارين. الفرينه هنايا البنات ما تجيش العجينه قاصحه قاصحه وما تجيش جاريه، لازم تكون شويه طريه باش ما تغبناش في الخدمه. نبداو نعبروا الفرينه. هنا عندنا قلت لكم 3 باكيت على ليفور والفرينه. هنا البنات كيما قلت لكم هنا ما عندهاش عبر محدد. انا هذه الوصفه تاعي تجي شابه بزاف، ما ندير فيها لا مايزينا لا والو، وتجي خفيفه وبنينه. كيما هذه البنات العبر اللي درتها لكم يطلع لكم كميه لاباس بها. هنا نبداو نديرو فرينة غير بالعقل حتى نلمو العجينة تاعنا. كيما قلت لكم ما تجي طريه ما تجي جاريه ما تجي قاصحه. نبداو نديرو غير بالعقل، ما نديروش دفعه واحده بهذه الطريقه. كما كتشوفوا البنات العجينه تاعي هنا راهي ملمومه، ها هو القوام تاعها. هنايا كما قلت لكم تجي شويه لسقف اليد طريه نوعا ما، ما تجيش قاصحه وما تجيش باش تجينا. والافاري اللي غادي نخدموا فيها هاي البنات هذه تاع المحكم. انا البنات هنا لصقتها في طابله شويه قصيره باسكو ما عنديش فاش نلصقها، تلصقني في هذه المائده. ها هو المحكم اللي استعملته كما كتشوفوا البنات، سبيسيال هاد المواشين راهم يتباعوا في الاسواق. انا هذه راها عندنا في زمان، هذه تاع الام تاعي عندها 20 سنه ولا هي عندنا في الدار. نبداو التحضير على بركه البنات. هنايا نقدبوا العجينه كما كتشوفوا البنات. هنا غادي نحكموا كميه من العجين نديروها هنا في لاباريت. هنا البنات لازم يكونوا معاكم زوج ولا يخدموا معاكم باش وحده تدور الماشينه ووحده تقطع العجين تاعكم. هنا البنات درت العجين في المحقول، نبداو ندوره. هنا نستعين باللافارين باش ما تلصقناش في اليد بهذه الطريقه. هنا شفتوا العجين يتقطع لكم تعاودوا تحبسوا العجينه. هنا نبرموها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، ونضغطوا على الحبه بهذه الطريقه. ها هو الشكل تاعها. عاود نديروا حبه واحده اخرى مع بعض. هنا نبداو نخرجوا من المحكم، نقطعوا الحبه هنا الحجم على حسب ما كنتوا باغيين بهذه الطريقه. نبرموها كما قلت لكم بيكو. هنا نحطوا الحبه تاعنا حتى نكملوا العجينه تاعنا. لاتنا هنا غادي نكمل العجين تاعي كما كتشوفوا، نزيد معكم حبه تاليه بهذه الطريقه. كاين اللي يبغي يخليها هكا على الطول، وكاين اللي كل واحد وكيما يبغي الشكل. انا هنا نبرمها باش تجي الشكل تاعها شباب، وندير لها هذه العفسه على شكل اسوار باسكو البنات انا دايرين فيها لا ليفير تزيد تنتفخ ما نكبروهاش حبه بزاف.
انا هنا غادي نكمل العجين البنات تاعي. هنا درجه الحراره 180 حتى 200 درجه على حسب الفرن اللي عندك، تخليها تحمر مليح في الفرن. انا غادي نديرها هنا طيب، نتلاقاو بعد باش نوريكم الشكل النهائي تاعها في صحن التقديم. كما كتشوفوا البنات الحلوه تاعي تاع نهار اليوم هاي راهي واجده عندي في صحن التقديم بعد ما طيبناها وبردت. ها هو الشكل النهائي تاعها كيفاش خرجت، شوفوا لافون تاعها كيفاش خرجت، شوفوها من التحت كيفاش خرجت. هنا قلت لكم البنات لازم تحمروها مليح ما تخافوهاش، تجي مقرمشه وتجي خفيفه، وقد لي تقعد قد لي تزيد تزيان وتطلع تولي شابه ما شاء الله. هنا البنات الكميه اللي قطعت لي في هذيك المقادير اللي درتهم لكم ها هي الكميه، شوفوا قلت لكم تقطع لكم كميه لاباس بها. ها هي انا القصعه اللي لونت لكم فيها الكاطو عمرتها وزدت عمرت هذا الصحن اللي تشوفوا فيه. هنايا قطعت ما شاء الله مليحه، كاش ملامه ولا كاش هكا مليحه لكم القهوه تاع الدار كل يوم باش تتقهوا، صراحه تجي تحفه. هذه اللي ننصحكم بها البنات. دوك ما بقى لي نقول لكم، اللي عجبتها لا فيديو تاع نهار اليوم ما تنساش دير جيم، تضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. البنات تهلاو في رواحكم، نحبكم بزاف وتهلاو في رواحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.